ما أقبح الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن يتعلق العبد بغير الله بحجة الشفاعة وبحجة القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما أجهل المشرك بالله سبحانه وتعالى، كيف يترك العظيم الكريم المحسن الرؤوف اللطيف الودود التواب ويلجأ إلى المخلوق الضعيف الفقير؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى هو الغني والإنسان فقير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تتوكل على الله وتعتمد على الله وتلجأ إليه في الشدائد وتدعوه وتجعل أمرك كله بيد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تعلق التمائم والحجبات، لا تعلق في الأطفال ما تعتقد أنه يحفظهم، لا تنادي الأموات، لا تستغف بالغائبين، لا تلجأ إلى أصحاب القبور، فارقوا الدنيا وماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما رأيت آية أوضح من هذه الآيات. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي، إنما أداة حصر، لا أدعو إلا الله، لا أقول يا شيخ فلان أنجدني وأنقذني وأغثني، وأنت الذي تفرج الكربات وأنت الذي تنجي من الملمات وأنت وأنت. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل لهذه الأمة: إني وأنا رسول الله وخير الناس وأعبد الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم جاها عند الله أعظمهم مكانة عند الله، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بأن يخاطب الناس أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فكيف يقول الشيخ الفلاني الجأوا إلي وادعوني أنجكم من الكربات ومن الملمات؟ الواجب علينا معاشر المؤمنين أن نوحد الله، وهذا الأمر وهذا القول فصل ليس بهزم، من خالفه فليقتحم جهنم لا أعاده الله. من أراد أن يلجأ إلى الأموات أماته الله، ومن لجأ إلى الحي أعزه الله سبحانه وتعالى. قبحا لهؤلاء القوم، كيف يلجأ العبد إلى ضعيف؟ إن كان حيا يأكل الطعام وهو محتاج إليه، ويشرب الماء وهو في أمس الحوض إليه، ويأكل وبعد الأكل تكون في بطنه العذرة، ويذهب إلى الخلاء ويمرض ويموت، كيف يلجأ إليه ويترك الله سبحانه وتعالى؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله يبصرنا من عمى، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الموحدين في الدنيا قولا وفعلا وعقيدة ودعوة، وأن يثبتنا على ذلك، أن يدخلنا به القبر، وأن يتقبلنا، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.